بعد كده يا باشمهندسين في حاجتين مهمين جدا جدا لازم نعملهم في الاستراكشر بتاعنا. اول حاجه وهي الانتي ساج رول. ايه الانتي ساج رول؟ احنا عندنا البرلين يا باشمهندسين لما بيكون عندي برلين بالشكل ده وبعمل لها ديزاين بيكون عندي المومنت الرئيسي نتيجه الاحمال الفيرتيكال اللي هو المومنت اوف اكس، المومنت ده بيكون سايب والدنيا تمام ما فيش فيه اي مشكله، ولكن المومنت حوالين محور واي اللي هو ناحيه واي بالشكل ده بيكون انسيف اللي هو الديفورميشن نتيجه الاحمال اللاترال او الاحمال الجانبيه. فاحنا لو احنا زودنا القطاع الموجود عندنا بتاع البرلين هيكون علي حرام عليا ان انا ازود قطاع برلين في منشا استراكشر زي ده. شوف كام برلين موجود عندي. فبدا الباشمهندسين يفكروا قال لك احنا هنعمل حاجه اسمها رود ساك، هنعمل زي بالظبط سيخ حديد هنربط ما بين البرلينز دي وبعضها بحيث اقلل قيمه المومنت اوف واي بحيث يكون القطاع عندي مسيف وما احتاجش ان انا ازود القطاع وازود التكلفه على المشروع بتاعي. فبتعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ اول حاجه بروح على الكونكشن فاولت، بروح على الجزء الخاص بالكولد فورمنت سيكشن. انا شغال في الكولد فورمنت برلين اند كورد رود، بختار من هنا حاجه اسمها روف ساج رود. خد بالك من الرود عشان في نوعين، فانت عايز اي سيكشن او عايز تكون رود بالشكل ده. فانا بختار الرود بالشكل ده. اولا بختار هو اوتوماتيك بص بيقول لك ايه است ريل سبورت، فين اول سبورت للريلينج اللي موجود عندي؟ هقول له ده اول سبورت، بعد كده اضغط كليك يمين. فين تاني سبورت؟ هقول له هو ده تاني سبورت، بعد كده اضغط كليك يمين. فين العناصر اللي انت عايز تربطها؟ هقول له هو كل العناصر دي اللي انا عايز اعمل لها تربيط بالشكل ده. العدد طبعا بتاع الساج رودز سواء كان واحد او اثنين دي بترجع للديزاين للبرلين حضرتك عامل. اختيار الايفا بيمز دي بتكون اوبشن فانا مش محتاجهم، هي والكليت الموجود عندنا، هكتفي فقط ان هو يبدا يرسم لي ادي الساج رود الموجود. العدد بتاعه زي ما احنا بنقول يا باشمهندسين واحد او اثنين، ده كده بيرجع ايه لحضرتك من اللي اوت، بتضغط هنا تختار انت عايز النمبر اوف رودز قد ايه لو على حسب الديزاين اللي حضرتك بتعمله، بس طبعا الاغلبيه بيكون واحد. طبعا ده مش قاعده، ده ترجع لحضرتك للديزاين ولانه بيأثر معاك في الديزاين بتاع البرلين الموجود عندك، اختياره لوحده بيأثر معاك في الديزاين اكتر. بعد كده اروح على الرود نفسها، ممكن اغير القطاع من هنا لو انا عايز اغير القطاع كله من هنا الراوند كله اخليه سكوير مثلا تيوبس، لو انا القطاعات عندي تقيله مثلا محتاج اغير الرود ماده من فاي 10 اخليه فاي 15، فاي مثلا سيخ مثلا 20 مللي، انا بستخدم سيخ 20 مللي مثلا. لا بعد بقى الخروج بتاعه انت عايز مبره قد ايه، المسافات كل حاجه بتوضحها قدام حضرتك، هي رقم 2 الايدج ديستانس ويب، كل اللي انت محتاج تعمله تقدر ايه تعمله بمنتهى السهوله من هنا. نمبر 2 انت عايز الايدج ديستانس يعني المسافه من اسفل كام بالشكل ده، وليكن انا عايز اخليها 50 مثلا بحيث ينزل لجوه شويه مفيش مشكله عندي. نمبر 4 ادي نمبر 4 فين؟ نمبر 4 اوفست مثلا الجزء بتاع الخارج، الجزء الخارجي او الجزء الخارجي بيكون عندنا من هنا كده اكستنشن انت عايزه يزيد قد ايه من بره من هنا ومن هنا، ومكان بتاعه الهولز انت عايز الهولز قد ايه سيم از رود مع تولرانس 2 مللي، ده اللي احنا بنعمله وهكذا. هل حضرتك عايز تعمل في الاخر بليتس عشان تربط بيها بالشكل ده؟ تقدر تعمل بليتس البوست لوكيشن يعني ناحيتين ولا ناحيه واحده، ممكن اخليها فقط في البوست لوكيشن او بوتوم او توب فقط يعني تربط واحد بتسيب الثاني، دي برده ترجع لك. الهول دايمتر بيكون قد ايه؟ احنا عندنا زي ما احنا بنقول 20، يبقى انا اخليه ده 22 بالشكل ده. وادي الابعاد الكليب نفسها الانجل نفسه عايز تكبرها تصغرها انت محتاج تعمله تقدر تعمله. اوكي يبقى انا عملت ايه؟ ادي رسمه الراجل بتاعنا، واقدر اجيب الجوينتس بتاعتي دي من هنا اقول له ادفانسد من هنا كده تول، اقول له من هنا كوبي اقول له ادفانسد عايز اعمله قد ايه؟ اقول له المسافه لجوه اللي احنا كنا مظبطينها في اتجاه الواي تكون 5 متر مش فاكر، بضغط من هنا واختار توب بوينتس ناحيه جوه وبقول له من هنا العدد بتاعه عايز 1 2 عندنا كده ادي باكيت 2 3 4 5 6 7 بقول له من هنا النمبر اوف كوبي 7 بقول له كوبي اقول له بريفيو الاول وانا عايز اشوف التوزيع بتاعته بريفيو بتاعه. بعد كده لقيته تمام مش محتاج اعمل موديفاي خلاص بضغط اوكي، لو انا واثق من البدايه اقول له اوكي على طول واخلص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده يا باشمهندسين. اه تمام انا كده نقلت مفيش مشكله، بقول له ايه اوكي مش محتاج اعمل موديفيكيشن. نفس الكلام بالنسبه للعناصر الفيرتيكال، بقول له من هنا كده كونكشن فاول بختار من هنا كده او قبله ما انساش حاجه مهمه في هنا عند الابيكس ساج جروب برضو عندنا، بس لما ان شاء الله اخدهم كوبي الناحيه الثانيه او اعمل لهم ميرور الناحيه الثانيه ممكن نقدر نمسك كل البرلين دي وابقى انقلها الناحيه الثانيه اعمل لها ميرور الناحيه الثانيه. بعد كده اعمل حاجه اسمها الابيكس ان انا اربط الطب مع الطب من هنا كده، ادي الابيكس زي ما حضراتكم شايفين كده دي موضحه اكتر، ادي بربط الايه للتو بيرلز الموجوده عندنا مع بعض. في عندنا برضو هنا ادي سايد ريل ساج رود، ممكن اضغط من هنا اخليها مع الفيفوريت عشان يبقى قدامي على طول، اختار من هنا السايد ريل نفس الكلام اختار ادي الفيرست كولم سبورت رايت كليك وادي سكند كولم سبورت رايت كليك، بعد كده اختار كل العناصر اللي سايد ريلز اللي انا عايز اعمل لها التربيط بتاعها هنا كده ومن هنا كده رايت كليك
نو نفس الكلام. خلاص الراجل هيبدأ يرسم لي من هنا برضو الساج رو برضو عشان خاطر السايد ريلز الموجودة عندنا في التربيط بتاعها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. تعدل نفس الكلام في الآخر، بتروح جاي واخدها كوبي وتعمل له ادفانسد كوبي نفس الكلام من هنا كده، تقول له ادفانسد كوبي انا عايز اعمل منه 7 نسخ في اتجاه الواي، اقول له اوكي خلاص الدنيا بقت تمام عندك بدون اي مشكله. يبقى دي كانت اول حاجه عندنا وعرفنا اهميتها يا باشمهندسين، موضوع الساج رود. موضوع الساج رود ده مهم جدا 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 عندنا، موضوع الساج رود ان انا اربط بيه عشان اقلل الاقطاعات. حضرتك لو مشتغل ديزاين هتفهم كلامي بمنتهى السهوله. طب باشمهندس انا عايز اعمل باخر حاجه عندنا الاستراكشر الا وهي الكلادنج عشان اقدر احصره واقدر اطلع الكميات بتاعته. الكلاد يا باشمهندسين عشان نعمله لها اوردر موجوده هنا في الاكستندد موديلنج، موجوده هنا الاوردر الثلاثه دول. او من الاكستندد موديلنج بلاقي الجزء بتاع الاستراكشر اليمنت، في عندنا اول حاجه الديفاين كلادنج اريا، بيقول لحضرتك حدد لي المكان او المساحه اللي انت عايز تغطيها بالصاج الموجود عندك. اول حاجه قبل ما اعمل اي حاجه يا باشمهندسين لازم احدد البلان اللي انا هشتغل عليه. يعني لو بصينا على سبيل المثال انا دلوقتي شغال على الورلد كوردينيشن سيستم، هلاحظ ان الاكس والواي على الارض كده نايمين كده على الارض. يعني دلوقتي لما اجي ارسم الكلادنج هتبقى افقيه كده، انا عايز لا الكلادنج تكون راسي مش افقي مش افقي، فبالتالي لازم اغير الاحداثيات الورلد كوردينيشن اخليه البلان هو ده البلان عشان اقدر اعرف ارسم الجزء الموجود عندنا والزد يكون كده مش لاعلى. طب هتعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ هروح على قائمه سيب الكونكشن شويه، هروح على الادفانس تول اقول له من هنا اليو سي اس، اختار من هنا اليو سي اس باي اوبجكت عشان اريح نفسي وانجز اموري. كل اللي عليه اختاره اختار ادي السايد ريل واختار الاتجاه الزد اللي انا عايزه، ولكن انا عايز اتجاه الزد اقول له ايه كليك يمين بقى الزد ناحيه بره زي ما حضراتكم شايفين. بالتالي لما اجي احدد الاريا من هنا بتاعت الكلادنج اقول له سيلكت الاريا، انا مش عايز اي ريفرنس او اي كون بيم عليها، اقول له فروم ريكتانجل ولا بول اريا. بول اريا لو شكلها غريب مثلا غير الشكل المستطيل، انما لو مستطيل خلاص بروح جاي مختار ريكتانجل، اروح على النهايه بتاعت البرلين اللي عندي من هنا كده. شايفين؟ شايفين البلان بقى نفس البلان الموجود عندنا. اروح جاي رايح لحد ما اختار ادي البرلين اللي عندي فوق هنا كده، اختار ادي النهايه بتاعتها فوق من هنا. كده انا حددت الاريا. عايز ارسم بروح على الاوبشن اللي تحته ده، ده لو انا عايز اعمل اوبننج بس انا لسه ما رسمتش. اللي بعده لو انا عايز اعمل كرييشن بقى، اقول له كرييت دي الجزء بتاعنا ده واختار الخط اللي انا لسه رسمه واقول له رايت كليك عشان يبدا يرسم على المساحه اللي انا عملها. بدا يرسم على المساحه اللي انا عملتها له كده يا باشمهندسين، لو خليت الاظهار شيدد عشان بس يظهر معانا، ادي البرلين اتعملت عندنا بدون، ادي الكلادنج اتعملت عندنا بدون اي مشكله. اختاره رايت كليك واقول له ادفانسد ادفانسد جوينت بروبرتي بالشكل ده عشان اختار السكشن. احنا عندنا سكاشن كتير جدا جدا تقدر تتعامل معاها، بس اشهر حاجه عندنا يا باشمهندسين هو 7/10 مللي هنا الكروس بانل. اختار من هنا من الكروس بانل هختار يكون القطاع بتاعه ادي الستيل بتاعنا اللي هو 7/10 ده اشهر حاجه موجوده عندنا في الصاج زي ما حضراتكم هتشوف شكله كده. ده ادي الابعاد بتاعته وادي الشكل. محتاج بس كده ان انا احركه ناحيه بره شويه يا دوبك على قد السكنس بتاع الصاج عشان يبقى على على على, على البرلين على طول دايركت. فاختاره من هنا كده، اختاره تاني سكيب، اختاره رايت كليك ولا ادفانسد جوينت بروبرتي، اعمل له اوفست في اتجاه الزد لان انا مخلي الزد هو ناحيه بره، اقول له اوفست وليكن اخلي 5 مللي ناحيه بره كده عشان يكون مرتكز دايركت على الجزء الموجود عندي. كمان الراجل هنا من الدقه البرنامج بيسالك على عدد الكونكتورز بين بروفايل، يعني البروفايل الواحد ده اربطه بكام مسمار؟ كام مسمار؟ عايز تخليه 5 6 7 اللي حضرتك بتحتاجه من ديزاين تقدر تختاره عشان الكميات اللي تطلع عليه. كمان انت عايز، هل انت محتاج تطوله اوبر او لور؟ يعني انت محتاج ترفع القطاع ده اوفست فوق شويه من اسفل او من اعلى، وليكن مثلا من لور هننزله وليكن 500 مللي مثلا زي ما حضراتكم شايفين. طيب خلينا يبقى العكس، خلي ده 500 ونخلي من هنا من اوبر خلي ده زيرو بالشكل ده على حسب الكلادنج انا هعملها لحد فين. مش 50 عايز اطلعها لفوق شويه ممكن اقول له لا انا لا انا هعمل ده مثلا مباني من الطوب وليكن انا اخليك ماينس 500 بالشكل ده اطلع لفوق شويه، او ماينس متر و20 او ماينس 2 متر او ماينس 3 متر مثلا، خليه ماينس 2 متر على اساس ان انا هعملها مباني من الطوب او البريكس الموجوده عندي بالشكل. يبقى انا قدرت ارسمه بمنتهى السهوله. نفس الاسلوب بقى يا باشمهندسين لو انا عايز اعمل على السطح العلوي الموجود عندنا نفس الكلام، هقول له من هنا كده ديفاين للاريا، بس قبل الاريا لازم احدد برضو اتجاه المحور بتاعي، هقول له سيلكت ادجوينت
مهم جدا جدا، واقول له اختار لي وليكن البرلين دي عشان يكون في نفس الاتجاه الميل بتاعها بالظبط، واختار ده واقول له رايت كليك. بعد كده اقول له من هنا ديفاين اريا، اقول له نو سبورتنج بيم، شكلها ريكتانجل او ريكتانجل منين يا سيدي؟ هقول له وليكن من هنا كده، تطلع يا سيدي معاك لحد ادي الجزء. لاحظ ان هو بتاخد نفس الميل اكزاكت بالظبط بتاع البرلين، لان انا عملت اليو سي اس بيقول لك كوردينيشن سيستم عليها. بعد كده اقول من هنا كده درو ديفاين او درو كلادنج، وابدا اختار رايت كليك، هيبدا يرسم لي ادي الكلادنج على طول موجود عندنا. نفس الكلام السكشن، ابدا اغير السكشن من هنا كده، اقول له ادي السكشن بتاعنا، ادي 7 من 10 دي اللي عندنا 7 من 10. الكلادنج بروبرتي اقول له من هنا اوفست في اتجاه الزد وليكن 5 مللي، يعني يتحرك لاعلى، ادي له اوفست لان انا محتاج اوفست لبره، وليكن هنا انا محتاج متر وعشرين لان المسافه بين البرلينز وبعضها كانت متر وعشرين تقريبا. غطى الكلام اللي عندي كله بالشكل ده. الناحيه الثانيه وليكن انا محتاجه برضه من اسفل يكون وليكن 1 متر او متر وعشرين برضه، عشان كنا احنا عاملين المسافات او السبيسنج متر وعشرين بالشكل ده. عايز تعمله برضه اوفر لابنج، لو انت عايز تعمل اوفر لابنج مع الجزء اللي هيجي ثاني من الكلادنج ثاني، تقدر تعمل اوفر لابنج بالمسافه اللي انت عايزها. وكده يا باشمهندسين احنا اتعلمنا ازاي اقدر ارسم الكلادنج ايا كان شكلها، ايا كان اتجاه الميل بتاعها، تقدر ترسمه بسهوله. اقول له بقى سيلكت سيميلر عشان اخفي الجزء ده، ولا ايزوليت ولا هايد اوبجكت. وبكده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نطلع ادي الكلادنج عشان لما اجي احصر كميه الصاج اللي انا محتاجها عندي اقدر احصرها بمنتهى السهوله وبدون اي مشكله ان شاء الله.